طيب ده برضو ياخدنا لموضوع مرتبط بنفس الكلام. هسأل سؤال ومش هتكلم عنه كتير اليومين دول، أخبار لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم ايه؟ رئيس لجنة التراخيص استقال الموسم اللي فات. طيب وضع اللجنة ايه؟ ايه هي شروط التراخيص؟ طيب ايه هي الأندية اللي عندها مشاكل في أساسيات الترخيص ومشاكل في شروط الترخيص؟ طيب هل الأندية دي بتاخد رخصة؟ بتاخد رخصة ازاي؟ بيني وبينكم مفروض اتحاد كرة القدم يطلع يرد على الرأي، ما تردش على إسلام، إسلام ما بيقولش حاجة، رد على الرأي العام في الكلام ده. الأندية اللي عندها مشاكل رئيسية في التراخيص بتاخد تراخيص ازاي؟ يعني أندية موقوف قيدها ومرخص ليها من الاتحاد، معرفش ازاي، عليها ديون. بلاش يا سيدي الموضوعين دول. أنا خلال الفترة الشهر اللي فات تقريبا اتكلمت على مداره ومن قبل العيد، يا جماعة في أزمة لمستحقات الحكام، يا جماعة في اتحاد كرة القدم حرام عليكم، ممكن نكون هنا بننتقد الحكام وبننتقد أداء الحكام، أنا آسف، وأخطاء الحكام لما يكون الأداء متراجع وهناك أخطاء بننتقد، ولكن النهاردة الموضوع وصل إن مش إسلام، حسب بيان رسمي أصدره الحكام أن هناك 27 مليون جنيه مصري هم ما خدوهمش، والحكام اللي بتقول ان هم ما خدوش مستحقاتهم من الجولة الـ14 للدوري الممتاز اللي احنا بنخلصه. وزي ما قلت لحضراتكم احنا من خلال البيت الكبير خلال الفترة اللي فاتت بالكامل، عندما تم وعد الحكام بصرف المستحقات قبل العيد ما حصلش، ما خدوش حاجة ولا قبل العيد ولا بعد العيد. طيب أين اتحاد كرة القدم من هذه الأمور؟ موضوع مهم، يعني بننتقد أداء الحكام وبننتقد أخطاء الحكام، ولكن من حق الحكم إن هو ياخد فلوس عشان يقدر يصرف على بيته.